لأن هذه المنطقة وإن تكالبت عليها أيادي الغدر في فترة ما، تعتبر هي منطقة النضال الحقيقي المغربي الذي أدى إلى الاستقلال، والنضال المغربي الحقيقي الذي أدى إلى ما نزخر به من تنمية اقتصادية واجتماعية. هذه المنطقة التي في فترة ما حسدت وتم تهميشها، ولله الحمد في عهد الملك محمد السادس عرفت تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية يمكن لنا أن نفخر بها كأبناء هذه المنطقة أولا. واليوم كاتب العام اتحاد الأمن الشرعي للمغرب سيعرض حصيلته أيضا أمام مناضلات المناضلين. بداية هذه الحصيلة، احنا كنا في المرتبة الرابعة في الترتيب ديال مناديب الأجراء القطاع العام الخاص، كانت عندنا 6.2%. الانتخابات الأخيرة 2021 عندنا 12.75%. احنا أول قوة فيما يخص القطاع الخاص ب 5270 مندوب أجراء في القطاع الخاص. أول مرة في تاريخ المغرب تلك الحركة النقابية المغربية. لقاء تواصلي دخل ضمن اللقاءات التواصليه اللي كيديرها الاتحاد العام الشغالي بالمغرب في اطار تواصل مع المناضلات والمناضلين. اليوم احنا في جهه طنجه تطوان الحسيمه من اجل شرح اولا شنو فين وصلنا في الحوار الاجتماعي، وشنو الامال ديالنا بالحوار الاجتماعي، والامال ديالنا كذلك او التطلعات ديالنا او ما يراه الاتحاد العام فيما يخص خاصه القضايا المتعلقه بالتشريعات العماليه اللي غادي تطرح على طاوله الحوار في اطار الحوار الاجتماعي. اعتقد بانه محطه اليوم طنجه كذلك ستكون هي مناسبه ايضا للالتقاء بالمناضلات والمناضلين، ولكذلك لم صفوف فيما يخص المحطات النضاليه القادمه واللي هي مهمه بالنسبه للاتحاد العام. بطبيعه الحال احنا اولا درنا النيه مع الحكومه ووقعنا، واعتقد بانه هذه القضيه بدات كتعطي الثمار ديالها، وحنا بالامس كنشهد احدى الثمار ديالها هو التوقيع على اتفاق مهم في القطاع ديال التعليم ومهم جدا بالنسبه للاسره التعليميه. كذلك مجموعه من القطاعات اخرى ستستفيد في 2023 بزاف ديال الاشياء. باقي واحد الخلاف، واحد القضيه اللي احنا كنناضلوا عليها هو القضيه ديال الرفع من الاجور مع هذه القضيه اللي كاينه ديال الغلاء ديال الاسعار، واعتقد بانه كاين التزامات حكوميه في هذا الاطار سنطلع المناضلات والمناضلين عليها. كذلك وقعنا اتفاق مع الحكومه الفارقه باسمكم، وبالرغم من اننا قبل مع نفس الحكومه بدايه الحوار حينما عرض علينا اتفاق مهزله، والتاريخ ما بغينا حتى حاجه في المشروع. التاريخ أول نقابة تنسحب من أمام رئيس الحكومة وتقول له هذا الشيء كتضحك علينا، حنا خرجنا قدام العثمانيين لأنه كتضحك علينا. هذا الشيء كل شيء يمكن يدار في القطاعات الوظيفية الأخرى لأنها قليلة جدا، وكيبقى القطاع ديال الجماعات الترابية هو القطاع الكبير واللي حنا كنشتغلوا عليه من أجل إيش؟ من أجل إرساء نظام أساسي خاص بالوظيفة ديال الجماعات الترابية. هذاك هو اللي غادي يكون فيه كل شيء الأطر، كل شيء الامور المسطره من اجل الصالح ديال الطبقه الشغيله في هذا البلد. صحيح على انه الهاجس الكبير في هذا الاتفاق اللي درنا مع الحكومه هو الرفع من الاجور وتحسين الدخل. وتحسين الدخل كنا كنتكلموا تخفيض الضريبه، ولكن تخفيض الضريبه راه ما كافيش. انا كنقول باننا احنا نقبلوا التخفيض الضريبي لان كنعتبروا بان الطبقه الشغيله المغربيه هما الناس اللي كيخلصوا ضريبة كتقطع لهم مباشرة، وحينما كتكون كتقطع لك الضريبة لسنوات مباشرة في كل شيء الأنظمة عند الدول العالم كل شيء كيبداو كيردوا لك شي حاجة، البوليس كيردوا لك، هذاك البوليس كيردوا لنا، خاص الحكومة تبدا تعطيه للطبقة الشغيرة المغربية، لأننا حنا هما الوحيدين في المغرب ما عندناش تمرمص الضريبة، لأنهم كيقطعوا لنا مباشرة. كيبقى تحسين الدخل بالنسبة للطبقة الشغيرة المغربية فيما يخص اولا محاربه ارتفاع الاسعار المهول اللي كتعرفوا البلاد حاليا، واللي ناتج اولا على تقلبات السوق العالميه والحرب الاوكرانيه الروسيه وغلاء سلاسل الامداد، ولكن ناتج ايضا على الجفاف اللي كان في البلد ديالنا في السنه الفارطه، واللي الحقيقه راه لازال مستمر باستبداد بعض المناطق. هذه المنطقه الشماليه اللي هو الحمد لله تحسن الماء من ناحيه الامطار، هذه كلها كتجعل بانه
ما سميناه الطبقه المتوسطه يقضى عليها يوميا وترجع بها النهايه من تفقيرها يوميا ويوميا مجموعه الناس. نعطيكم مثال، كنا كنتكلموا على موظف عنده 12 درهم 11 درهم حتى 8000 درهم يقدر يقضي وقته في القطاع الخاص، يقدر يشري طوموبيله بالكريدي، يقدر كذا. دابا ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش لانه غلاء الاسعار في المغرب لم يعد يستحمل. ولذلك في الحوار مع رئيس الحكومه اتفقنا على اساس بانه اذا تحسنت باش نسمو مزيان اذا تحسنت الظروف الاقتصاديه للبلد فانه مستعد الحكومه على انها دير تحسين الدخل. وحنا بالاسبوع الفارط كان رئيس الحكومه في مجلس المستشارين واعطى مؤشرات كتقول بانه كاين تحسن في الاقتصاد المغربي. اذا السيد رئيس الحكومه اذا جاد الكريم وجاد عمر، حنا غادي نبداو نطالبوا ان شاء الله في الجوله ديال ابريل تحسين الدخل للطبقه الشغيره المغربيه واحد الوقت أو يخفضوا جميع المواد الاستهلاكية اللي كتهم الطبقة الشغيرة المغربية ويتم تعويض على بزاف ديال الأشياء اللي كيشروها المغاربة غالية بزاف واللي الأساسي في الغذاء ديالها بزاف هو غلاء المحروقات واللي تمراني بحال ما كنفهمش كيفاش دابا السعر ديال البترول هو 70 دولار وحنا باقي عندنا المازوت ليسانس 15 درهم ما كنفهمهاش. ما كنفهمش انا اخواتي والاخوان كيفاش ماطيشه عند الفلاح البسيط كدير درهم و70 درهم و50 وكتوصلنا ل 8 درهم 9 درهم، غير مفهوم غير مفهوم. وكنقولوا للحكومه على انها تكون قادره وتكون جازمه الى بغات الطبقه الصغيره المغربيه تمشي معها في اطار سلم اجتماعي حقيقي، خاص الحكومه تكون قادره على انها تحارب المضاربين والمتلاعبين بالمغاربه واللي عندهم غير الشكاره ماشي حتى مستثمر كيشري بجوج درهم وكيبيع لنا بثمانية درهم، عيب وعار لهاد الناس. ولكن عيب للحكومه لانها خاصها تدير اجراءات زجريه لمحاربه المضاربه في المواد الاستهلاكيه ديال المعيش اليومي ديال المغاربه. يمشيو يرفعوا داك الشيء الكماليات الله يعاونهم، لان حنا الطاقه الشغيره المغرب ما كتشريش كماليات. ولكن الحوايج اللي حنا كنعتمدوا عليها الزيت، الدقيق، مطيشه، بطاطا، حوايج كتمثل المعيش اليومي ديال المغاربه حرام يرفعوا فيها. ولذلك معركتنا القادمه معركة سلمية ولكن ستكون معركة هو في محاربة الجشع وغلاء الأسعار والتفاقم ديال الوضعية المزرية ديال مجموعة القطاعات خاصة القطاعات غير مهيكلة.